الناس اللي بتحب المعجنات والمخبوزات. انا من الناس اللي بعشق حاجه اسمها معجنات. انا جايه لكم يا جماعه بمعجنات تجار. انا لسه ما فتحتهاش بس انا الريحه بتاعتها لوحدها بتتكلم عن اللي جوه. انا عايزه بس اوريكم فوفا فوزيه قاعده ازاي. هي هتتجنن عشان افتح العلب. عايز تدخل جوه من كتر ما الريحه. انا مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. انا حبيت ان انا افتحها معاكم اوريكم الحاجه وهندوقها مع بعض، وبعد كده هحط لكم اللينكات بتاعت الجروبات. نبتدي نشوف شكل الباكج بتاعتها الاول. خلينا نفتح اول واحده بس. السميد التركي هتجنن. انا طبعا مش عارفه انتوا شامين الريحه من عندكم ولا لا، بس هو ريحته بجد تغبل. نذوق بقى. بسم الله. هو مبدئيا محشي من جوه، من جوه بس هو محشي من جوه زيتون وافتكر جبنه. بس بصوا بصوا العجينه عامله ازاي. بصوا الزيتون وافتكر فيه كمان سلامي. دي بقى بصوا شكلها. بصوا يا جماعه انا بس عايزه اوريكم جمال العجينه. والله ده مش اعلان، انا بجد انا بحب بسابورت للناس بجد اللي بتعمل حاجه حلوه واكل حلو. وانا شفت البيج بتاعتها وشفت الاكل بتاعها عامل ازاي. بصوا اعتقد دي ساده. دي ساده بس ايه، انا عايزه ادوق برده كده الساده بتاعتها. شموا الريحه. فريدة بتقولي اصلا وهي بتفتح، انا بفتح الباب الريحه طلعت عليا كده. نعم تحفه تحفه. ما هنعرف بقى ايه. انا حاسه كده عامله زي تكون وجبه في زيتون جوه مخلل. واو دي حقيقي وجبه. ده في حاجه كمان عشان تتدلق مننا. بصوا انا اعتقد دي حاجه عربي. هي بقى تبقى تقول لي ايه هي. بس بصوا سوري يا جماعه. ومعاها الصوص ده والزيتون مخلل. حلوه قوي. جواها لحمه مفرومه. حط بقى من ده كمان. بصوا انا مش عارفه اقول لكم طعم الفول ده ايه. هو طعمه حلو قوي. جربيه. هو ممكن مدي سويت اند ساور ترياكي صوص. جماعه دي ما بتهزرش. انا مش عارفه اسمها ايه بجد. مش عارفه هو حاجه عربي، وهي طبعا دي اصلا حاجه عربي مش مصري انا متاكده. بس يا جماعه لا بجد هي صاحبه البيج مصريه بس هي بتعمل اكل عربي. بصوا هي دي عشان ما عارف يقراها. دي بقى تبقى ممكن تقول لنا في الكومنتس ايه دي بقى. ماشي بقى هسيبكم وكمل. نفتح بقى الثانيه بعد كده. بصوا دي مكتوب عليها خلية النحل. مفيش حاجة مسكرة. واو. اعمل ايه؟ بصوا دي ريحتها عاملة زي السينابون، يعني أعتقد بنسبة كبيرة دي معمولة بالقرفة وفيها اسمه ايه ده؟ عين جمل. وفيها الصوص الأبيض ده اللي هو بيبقى موجود على السينابون وفيه كراميل فيه شغل عالي. مطلوب بقى تجيب لنا حاجة نقطع بيها. والله انت كانت حاسة. أنا عايزة أوريكوا دي سينابون. أنا قطعتها. فريدة ضربت نص، ضربت نصها. خدت حتة. عايزة أقول لكم جوسي على الآخر. يعني أنا بصوا إيدي بتنقط إزاي. ندوق بقى. بسم الله. سعد يونس بتعمل كده بتاكل وقت السعاده. تجنن تجنن تجنن. تسلم ايدك تسلم ايدك. انا مش عارفه اقول لك من
اقسم بالله ما جات لي في حياتي مخبوزات ولا جبت مخبوزات ولا دقت حاجه من الحلاوه. مش عامله ازاي؟ لا المهم تجربوها. هحط لكم كل حاجه على فيسبوك، عندها بيج على فيسبوك، عندها بيج على انستجرام، عندها جروب على الواتساب، عشان انا بحس الجروبات الواتساب دي تبقى اسهل كتير بالذات في الاوردرز والحاجات دي، وعلى طول بتعمل ابديتنج للاسعار وبنزل كل حاجه.